لو الحكاية فيها إن فيتو معك محمود صور. تمام. بالنسبة للسور الأزبكية هنا، تأجير الأجنحة السنة دي في المعرض كانت أسعاره عاملة إزاي؟ والله حضرتك بصي، هو على حسب الأماكن عموما، لكن في النهاية إحنا بنرضى. السنة اللي فاتت كان أول السعر عادي، يعني مش مشكلة، كان 3000 وبعض الكسور. السنة دي تقريبا زاد 1000 جنيه. الجناح الواحد ولا النص ولا ايه؟ لا حضرتك في المكان، بس في المكان مش في الجناح الكامل. كل مكتبه بتدفع القدر ده، كان 4150 تقريبا، يعني في الحدود ديت. تمام. ما فيش مشكله لو في حاجه غاليه شويه، هو ممكن يكون في ايه تحسينات، هم بيغلوا حضرتك علينا، ممكن يكون بدون تحسين، ممكن يكون بيوسعوا المكان شويه، ممكن يكون بيخلونا نفرش ترابيزه زياده على حسب. ايه التحسينات اللي انت شايفها السنه دي؟ انا موضوع النظافه طبعا لسه في اول يوم الافتتاح، فلسه ما شفتش حاجه، بس هو ايه ممكن انا شايف النظافه شويه. لما كلمناهم على الامن قال لك ان في الامن السنه دي اكتر احسن شويه من السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كمان. بره في الدخول في تعليمات، في 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 في, في, في حاجات كده، اللي هو مثلا ايه بيفتش العربيات كويس، مفيش حاجه ممنوع بتدخل. في انا وانا جاي النهارده شايف في امن واقف بره كتير، فده كويس لينا احنا. حاسس ان ممكن حضرتك عارفه ان اي حاجه يعملوها اي جماعه العربيه ترموا قنبله هنا ولا حاجه. تمام. منبع الثقافه في مصر ما ينفعش ان نقف تحت اي ظرف من الظروف. طيب قول لي، لو طبق قرار منع كتب الاخوان او حظر نشرها هيكون ايه التصرف؟ هل انت اصلا موافق على مشروع قرار زي ده؟ انا مش موافق. طيب. انا مش موافق لان حضرتك من بدايه التاسيس بتاعهم لحد وقتنا هذا الناس تعرف على اسمك؟ ابراهيم الفعوري دار الحامد للنشر الاردن. تمام. قول لي يعني معرض القاهره بيبص لك ايه المختلف اللي انت بتشوفه عن باقي جميع المعارض العربيه؟ بالنسبه لمعرض القاهره الدولي للكتاب، هو للامانه يعني من اهم المعارض العربيه للكتاب. معرض القاهره معرض تاريخ، معرض ام الذهب. الان بالظروف اللي صارت في الوطن العربي بشكل عام وفي مصر بشكل خاص، يعني من 5 سنوات الماضيه الظروف تغيرت، لان معرض القاهره يعني في تراجع نسبة الإقبال، نسبة المبيعات، المشاركة الخارجية، لسبب الظروف السياسية حكينا اللي صارت في الوطن العربي بشكل عام ومصر بشكل خاص. على الرغم من كده بيفضل هو الأعلى مبيعا في ما بين المعارض؟ أنا تكلمت عليه من ناحية تجارية، أما كناحية كمعرض كتاب من الناحية الثقافية، معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم المعارض العربية من ناحية ثقافية، يعني إحنا بنحكي عن مصر. يعني خلينا نحكي في الوطن العربي، مصر كلمة مصر في الوطن العربي تمثل شيء كبير من ناحية سياسية ثقافية. حكينا عن الظروف السياسية اللي صارت، عن التغيرات اللي صارت مع تحفظ الشديد أنا كشخص ببعض التصرفات اللي صارت بعد الثورات السياسية، ولكن يعني الآن يعني معرض ظاهرة ثقافية هو من أهم المعارض الدولية للكتاب في الوطن العربي. من جانب لو بدي اطلع لها كناشر من جانب اقتصادي، لا للاسف في تراجع. تمام. ايه المعارض اللي بتسبقوا في المبيعات؟ يعني هلا في يعني المعارض بشكل عام من ناحيه تجاريه صار فيها تراجع، ولكن المشاركه مطلوبه. يعني دائما الناشر ما بدور، يعني احنا كناشر، انا كتاجر كاي تاجر، بنفس الوقت انشر ثقافه، انشر وعي، انشر فكر، ولازم الناشر يكون عنده حس انه الان في المرحله الصعبه اللي بيعيشها الشباب العربي والوطن العربي من بعض التخلف والجهل والتردي اللي صاير في الافكار المتطرفه من جميع الجهات، لازم انا كناشر يكون عندي حس شو انشر، شو اوجه للجيل، لانه الجيل الان يعني للاسف بيتوجه لشغلات بعيده عن الثقافه وبعيده عن الثقافه. طيب هل بتواجه اي صعوبات في شحن الكتب من الاردن لهنا؟ لا لا لا، يعني صعوبات عاديه.